ان شاء الله حلويات كيف ما تقترحي علينا ودوك المخيمرات ما شاء الله جوك زوينين تبارك الله، نبغي نتقاسموا مع المستمعات. تفضلي. نبدأ بالمخيمرات. اول حاجه كندير كندير تقريبا واحد جوج دلايس هكاك ديال الفرن. يكون من نوعيه الجيل، كنشد كندير فيهم بيضه فانيا وخماره واحده ديال الحلوه وكندير معلقه ولا اولا حبيبات ومعلقه ديال السكر مدافي للعجين. هذا الشيء اللي كنحتاجو فيهم. عاودي لنا الا سمحتي مستمعي، عاودي لنا ان شاء الله. نص كيلو ديال الدقيق الفورد كل نوعيه جيده، بيضه واحده، فانيا وخماره خماره الحلوه وبات معلقه كبيره او خماره معجونه اللي بغات جيده، والسكر ثاني حتى هي معلقه، ولا دافي ديال العجين. واخا كل شيء كنديرو في العجانه، انا ما عجنتهمش بيدي صراحه، درت كل شيء في العجانه وكنزيد الماء بالتدريج بشويه بشويه، يعني الماء ما كاينش شي كميه محدده، كتجمع لنا الخليط وكيبدا يلصق في اليد، يعني ما كيكونوش قاطين بزاف. العجين كيكون لين، صافي كنحيدوهم كنغطيوهم بواحد البلاستيك غذائي وكنخليهم حتى كيضاعف الحجم ديالهم، ضروري يخمروا. من بعد كنهبطوا منهم داك الهواء كنحيدوه منهم وكنولي نكورهم على الشكل اللي بغيت. يعني هادو ما كنقطعهمش، هادو كنكورهم بحال الخيمرات عادي اللي كنديرو، كنكورهم غير صغيورين صافي كنقرصهم غير شويه، ما نضغطوش عليهم بزاف باش ما يجيوناش رقاق، كيجيو بحال الشكل ديال البيني بحال البيني. صافي كنقرصهم غير شويه كنغطيهم عاوتاني حتى كيخمروا، كنشد كندير الزيت ديالي في واحد الكاسرونه او لا الطاوله اللي غادي ولا مقله اللي غادي نكلي فيها، كتكون الزيت عامره عليهم ماشي غير شويه، والعافيه كتكون متوسطه حيت بالزربه كيتحمروا. مباشره كنحط الخميره ديالي وكنبدا نهز بالمعلقه وندير فوق منها الزيت باش كتنصف، عاوتاني كنبدا ندير هكا كتنصف ديك الخميره وكتجي خاويه من الوسط وكتجي مهويه. صافي حتى كنكمل دوك الخميرات اللي عندي كيتحمروا على جوانب بجوج وكنقدمهم الصحه والراحه مع عسيله هكا من الفوق زوينه كيفيني. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله، جو زوينين كيف قلتي مخيمرات وبحال الشكل ديال البنية ولايقين الفطور ديال العيد، كنبغيو بحال هاد الاقتراحات يكونوا مختلفين. الله يعطيك الصحة، وحتى أنه المقادير ديالهم قليلة.